السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم اليوم دكتور سهر عرعور، استشاري جراح الأوعية من عائلة ميدكير الطبية. راح نحاول اليوم نوضح بعض النقاط حول مرض شائع جدا في جراح الأوعية، ويعتبر من الأمراض السهل الممتنع في جراح الأوعية، وهي الدوالي، وهي من الأمراض الكثيرة الشيوع جدا عند النساء خاصة أكثر من الرجال، خاصة بوجود الهرمونات والحمل. في الحقيقة الدوالي هي عبارة عن توسعات في الأوعية السطحية عند الأطراف السفلية عند الرجال والنساء، تحدث عادة نتيجة بعض عوامل الخطورة خاصة عند النساء نتيجة الحمل والهرمونات، إضافة إلى أحيانا طبيعة العمل لدى بعض الناس بشكل وقوف لمدة طويلة، بالإضافة إلى أهم أسبابها وهي الجينيتك فاكتورز أو العوامل الوراثية اللي هي تلعب دور كبير في حدوث الدوالي، وهي العامل الوحيد حقيقة اللي لا يمكن التحكم فيه. فإذا كان في بالعائلة قصة دوالي مستمرة لدى الأهل أو لدى الأخوة، فاحتمال حدوث دوالي بيكون أكبر بكثير من الناس الآخرين. بالنسبة لآلية تشكل الدوالي، هي عبارة عن وجود خلل في بعض صمامات الأوردة. هذا يعني أنه نحن عندنا تقريبا في منطقة الجروين بعض الصمامات اللي نتيجة توسع الأوردة بتكبر، فبيصير عندنا رجوع للدم، الدم عادة لازم يجري باتجاه القلب، فأحيانا نتيجة حصول خلل في هذه الصمامات يحدث أنه الدم يرجع للأسفل ويحدث توسع مستمر، ولكن نلاحظ في النهاية وجود هذه التعرجات والأوردة الكبيرة في الساقين. بالنسبة لعوامل الخطر حكينا عنها، هي أكثر شيء الحمل والجينيتك فاكتورز، حبوب منع الحمل، طبيعة العمل بالوقوف المستمر عند الناس اللي مثلا بيعملوا عمليات جراحية وبيضطروا للركود لفترة طويلة، كل هذه الأشياء تسبب ركودة وريدية وتوسع أوردة في النهاية. بالنسبة لتشخيص الدوالي، بحب ركز كثير على نقطة تشخيص الدوالي، لأنه في كثير من الأطباء والمرضى ما بيركزوا على آلية التشخيص المناسبة للدوالي، وهي اللي تسبب في كثير من الأحيان النكس بشدة لدى المرضى. ونركز على أهمية التشخيص الصح يؤدي إلى نتيجة صح، وكل عمليات الدوالي التي تجرى يعني ما هي عمليات ستاندرد، لكل مريض يجب أن يوضع تشخيص، وبالنهاية طبقا لهذا التشخيص تجرى العمل الجراحي. بإمكاننا نعرض بعض الصور لنبين الفكرة شوي. بالنسبة لنا مثلا عندنا وريد اسمه الوريد الصافي الكبير، هو أحد الأوردة اللي تشكل دوالي، وعندنا وريد آخر بيجي خلف الركبة هو الوريد الصافي الصغير. مثل ما قلنا أنه مو كل الدوالي بيكون هو الوريد الأساسي هو المصاب، ممكن تكون بعض الأفرع الجانبية مثل ما مبين باللون الأحمر مصابة، كما يمكن أن يكون هناك أوردة غير طبيعية عند بعض الناس، الوريد يمكن ينتهي هون خلف الركبة ولكن الوريد يمتد للأعلى. في حال إغلاق هذا الوريد فقط عند العلاج، أو في حال أنه أغلقنا فقط الوريد الأساسي هون، فهو دسى النتيجة راح تكون نكس عند المريض، ولكن ليس بسبب خطأ في العلاج، السبب هو خطأ في التشخيص. مثل ما نشوف هون كمان في عنا كثير من الأوردة التي توصل بين الأوردة العميقة والأوردة السطحية، هذه النقط هي أوردة يجب إغلاقها وإلا أنه فسيحدث نكس. فلدينا الكثير من الوسائل التشخيصية لكشف كل هذه الأوردة كما نشاهد هون في الصور كمان. فبريد بركز على شغلة أنا لاحظتها كثير موجودة، أنه كثير مرضى بيجونا بسبب نكس، بنعمل إيكو بيكون عندهم كل شيء طبيعي، الوريد الأساسي مغلق بشكل جيد من قبل أحد الزملاء، الخطأ بيكون أنه التشخيص كان للأسف غير دقيق. مثل ما نشوف هون كمان عندنا الوريد الأساسي هو مصاب، ولكن دائما لازم نركز أن شو المصدر، ما هو سبب المرض. لدينا هون بعض المخططات حبيت فرجيكم إياها كمان، انه في بعض الأوردة اللي ما لها علاقة نهائيا بالوريد الأساسي اللي هي بتكون مصدر المرض. وفي حال عملنا فقط عملية قياسية واللي هي فقط إغلاق الوريد الرئيسي بالليزر، سيحدث عند المريض نكس. بحب ركز على النقطة كثير، لأني كثير عم تصادفنا خلال الممارسة المرضى
بيعملوا عمليات خلال شهر أو شهرين بيرجع المريض في أوردة كبيرة موجودة على الساقين، وبيكون طبعا المريض غير راضي أبدا عن العملية. السبب أنه التشخيص كان خاطئ للأسف، وفكرة أنه أي دكتور بيحسن يعمل تشخيص دوالي يعني فكرة صار تقريبا قديمة، لأنه صار في اختصاصات دقيقة جدا ولازم نركز على أهم من العلاج هو تشخيص آلية المرض. بالنسبة للدوالي عندنا نوع كتير بنسأل عنه هو السبايدر فينز أو الأوردة العنكبوتية، الأوردة الصغيرة على الساقين. أسئلة كتيرة دكتور، إذا حقنتها بترجع أو شو طريقة العلاج لهيك دوالي؟ نحن بنأكد أنه في حال وجود سبايدرز فين عند المريض يجب في البداية نفي مشكلة في الأوردة الرئيسية. فإذا كان عندنا أي مشكلة بالوريد الرئيسي ولم نكتشفها وحقنا السبايدرز فينز بالسكليروثيرابي أو خسرناها بتخسير حراري، فالأخير المريض راح يكون عنده بعد عدة أسابيع نقص أكيد، بسبب أنه الضغط يأتي من الأعلى عبر الوريد الرئيسي وبيفتح الأوردة اللي نحن سكرناها. فبحب أنصح أي سيدة عندها سبايدرز فين تبحث عن استشارة أخصائي وتعمل ألتراساوند قبل إجراء أي علاج، لأنه النقص محتم رغم أنه هي عملية بالنهاية تجميلية، ولكن سيكون في نقص محتم إذا كان هناك في قصور في الوريد الرئيسي. أي نقطة ثانية، إذا كان في عندنا قصور في الوريد الرئيسي فحكما يجب إغلاق الوريد الأساسي في البداية ثم علاج السبايدر فين وليس العكس، لأنه طالما في ضغط فالسبايدر فين علاجه هو حتما نقص 100%. بالنسبة لعلاج الأوردة الدوالي أو السبايدرز فين، تجي أسئلة كثير، مثلا دكتور أنا ممكن أجل العملية، دكتور أنا في أي علاج دوائي ممكن أنا أخذه حسان يعني أتجنب أجراء عمل جراحي. في الحقيقة هذا يعتمد على درجة الدوالي عند المريض، فبعض المرضى للدوالي عندنا 4 درجات مقسمة، فنبدأ بالدرجة الأولى هي المريض عنده شعور بالثقل، بعض التنميل في الإجر، أحياناً تورم على الوقوف الطويل. إذا كان عملنا تشخيص وكان الألتراساوند في دوالي من المرحلة الأولى، هذا يعني أنه قصور طفيف جداً في الأوردة، فبإمكاننا فعلياً في بعض الأحيان وليس دائماً نوقف الدوالي عند هذه المرحلة. هذا يعني أنه نعطي المريض بعض الأدوية بالإضافة إلى الجوارب الضغطة، وفي هذه الحالة ممكن المريض يتوقف عند هاي المرحلة. طبعا هو أمر صعب الالتزام بالعلاج المحافظ، لأنه ارتداء الجوارب الضغطة عادة غير مريح لكل المرضى، ومن خبرتنا نشوف أنه المرضى معظمهم بيرفضوا هذه الطريقة، ولكن في بعض العلاجات المحافظة اللي ممكن نتابع فيها نسبة النجاح تقريبا غير مشجعة بالنسبة للجهد اللي راح يبذل المريض والتكاليف اللي راح يحطها ثمن العلاج. أما إذا كنا في مراحل متقدمة من الدوالي اللي هي تتلو مرحلة توسع الأوردة، بعدين بيظهر عندنا بعض التصبغات على حول الكاحل، عند هذه المرحلة اللي هي المرحلة الثالثة نبدأ في مشكلة إنه هذه التظاهرات irreversible، يعني ما بتروح حتى لو عملنا عملية. متى ما ظهرت التصبغات عند المريض فإحنا بنعمل العملية لنوقف تقدم المرض، ويدخل هو المرحلة الرابعة اللي هي ظهور قرحات حول الكاحل، ولكن التصبغات للأسف متى ما وصلنا لما بنرجع. لذلك ننصح المرضى أنه في المرحلة الأولى أو بشكل يعني متأخر المرحلة الثانية قبل بدء وجود تصبغات للحصول على نتيجة تجميلية مناسبة أنه نعمل العمل الجراحي. العمل الجراحي حاليا يعني هو عبارة عن عمل جدا بسيط، وهو إغلاق الوريد عن طريق الليزر. سابقا كانت الجراحة إلى حد ما يعني نسميها باضعة أو تسبب أذى للمريض بشكل كبير، لأنه كان الوريد ينسحب نهائيا بطريق جراحي، فالمريض يتسبب له كثير من الألم وتخدير عام ومشاكل أخرى التهابات. حاليا العملية تجرى بدون أي شق جراحي نهائيا، فقط عن طريق إغلاق الوريد بالليزر، وهي عبارة عن فقط بنشر أو يعني شكة إبرة تحت التخدير الموضعي، ويتم من خلال هذا الثقب الصغير 2 مليمتر إغلاق الوريد نهائيا. المريض طبعا بعد العمل الجراحي ميز هذه العملية أنه بالتخدير الموضعي، فالمريض مباشرة بعد العملية بإمكانه المشي، بإمكانه أن يقوم بجميع واجباته كأنه ما عمل أي عمل جراحي. مثل ما ركزنا أهم شيء لتجنب النقص هو يكون التشخيص صح،
هو اغلاق الوريد المناسب اللي هو سبب الأذية. وثاني شيء السؤال الشائع دكتور، اذا عملت الدواء اللي ما بترجع؟ هذا سؤال كثير نتعرض له. طبعا نحن عندنا نوعين من النقص. اول نوع اللي هو الوريد الاساسي اللي نحن اغلقناه في الليزر ممكن يرجع يفتح. حاليا بسبب وجود اجهزة ليزر متطورة افضل من قبل عدة سنوات، امر تقريبا نادر حدوثه، ولكن ممكن من 1-3% يصير نسميه تايل ريكاناليزيشن او اعادة تقني او فتح الوريد بشكل جزئي او اعادة فتحه كاملا احيانا عن بعض المرضى. هي نسبة بطيئة ضئيلة جدا. ما نصادفه غالبا في النقص هو انه المرضى غير معالجين بشكل صحيح، وهذا يعني بيسبب لنا مشاكل كبيرة، لانه المريض عادة بيكون في المرحلة الثانية او عند اعادة العمل الجراحي، يعني تهتز ثقته انه ممكن يرجع وبيكون حذر جدا. فبنرجع نأكد، انا بالنسبة لي كاستشاري جراحة اوعية اهم من العمل الجراحي هو التشخيص بيد طبيب خبير واجراء العمل الجراحي المناسب طبقا لاجراء التراساوند في البداية، يكون دقيق جدا ويوضح بالمية مية آلية تشكل التوالي والأوردة التي يجب إغلاقها. هذا ما حبيت أحكيكم هو عن مرض الدوالي بشكل عام. بصرنا حاليا نستقبل أسئلتكم ونجاوب على أي سؤال بتحبوه. بصرني استقبل زميلي السيد رائد اللي راح يتابع معنا ويطرح علينا الأسئلة اللي تحبون نجاوبها. مرحبا دكتور، يعطيك العافية. المعلومات شيقة وجميلة. دكتور بالنسبة للدوالي ممكن نرجع شوي للأعراض، هل السخونة في القدمين من أحد الأعراض؟ هي أحد الأعراض بصراحة غير الشائعة للدوالي. في كتير ناس بيشتكوا من سخونة وخاصة النساء. نحن بنعمل تشيك لأنه في كتير من الأسباب ممكن تكون نقص فيتامينات أو نقص بعض المعادن النادرة، وهو عرض يعني غير وصفي بصراحة. الأكثر شيء بيكون في هيفينس، أي حس ثقل في القدمين أو تعب أكثر. ولكن السخونة لها عدة أسباب، واحد منها الدوالي، ولكن ليس بالضرورة أنه هو يكون. طبعا الانتفاخ تورم القدمين هو من الأعراض، وخاصة عند الوقوف. النمبنس أو حس بعض التنميل في القدمين هو عرض وصفي للدوالي. ومثل ما قلنا وجود تعب في القدمين على الجهد، هذا كمان احد الاعراض اللي ممكن يكون احد اسباب الرئيسيه هو الدوالي. تمام دكتور. الاشخاص اللي عندهم دوالي في الساقين، هل يلبسوا الحذاء يكون ضيق ولا يخلوه مرتاح؟ بيأثر هالكلام او لا؟ ما بيأثر على الدوالي نهائيا، لانه تقريبا في القدم مصطلح الدوالي غير صحيح. هو مصطلح الدوالي يعني بيركز أكثر شيء على دوالي الساقين. في القدم تقريبا طبيا ما عندنا شيء اسمه دوالي. توسع أوردة في كثير ناس بيكون عنده طبيعي، وبما أنه ما في يعني خلل في الصمامات في القدم عادة، فعادة حتى ما منعالج إذا في توسع بالقدم غير لأسباب تجميلية إذا في شعيرات دموية، ولكن وجود أوردة كبيرة على القدم هو شيء طبيعي. وجود لبس أحذية ضيقة أو غير ضيقة ما بيلعب دور، بقدر ما انه لبس ألبسة ضيقة ممكن يلعب دور. اضافة لأحد العوامل اللي نسينا نذكرها كمان هي الوزن الزائد، بيلعب دور كبير في تشكل دوالي، لانه نحن عندنا الوزن الزائد بيساوي ضغط على الأوردة من الأعلى في منطقة الحوض، وهذا الشيء بيرفع الضغط في الحوض وبيأثر على رجوع الدم في الرجلين. فالبدانة هي أحد الأسباب الشائعة أو أحد عوامل الخطورة الكبيرة اللي تقريبا الى حد ما بتقلد الحمل، يعني هو آلية ارتفاع الضغط في الحوض وبالتالي نزول الضغط الى الساقين. تمام. هلا دكتور بس للفهم اكثر الي وانا شخصيا وللمشاهدين، الدوالي هل هي اورده زياده خلقت ربنا بالساقين، ولا هل هي الاورده اللي موجوده لكن بيصير فيها ترهل بتتوسع وبتصير بالشكل العنقودي اللي بنشوفه عليه؟ الدوالي هي عباره عن اورده بالأصل طبيعية موجودة تحت الجلد. طبعا. كل واحد فينا عنده شبكة من الأوردة، يعني بتقدر تشبهها بشبكة الصيد إلا شوي، عبارة عن غلاف تحت الجلد من الأوردة. الإصابة بتجي بالأوردة الرئيسية غالبا. فهي الأوردة هي وظيفتها هي جدا بسيطة في إرجاع الدم للقلب،
بس لما هاي الاوليه بيصير فيها ريفلوكس او معنى انعكاس جريان الدم انه الدم بدل ما يطلع باتجاه القلب بينزل باتجاه القدم، فهي الاوليه فعليا فقدت وظيفتها وصارت تعمل بلاكس اذى للساقين. فهي هاي الاوردة احيانا نحن بنحاول قدر الامكان ناجل العلاج في حال ما كان ضروري، لانه هاي الاوردة هي بسموها عادة بالعامية وريد الاحتياط اللي بناخده لما المريض بيكبر بالعمر لنعمل مجازات للقلب او لما بصير انسداد شرايين في الساقين بناخده. ولكن هذا الوريد في كثير مرضى بيعرفوا هاي المعلومة انه دكتور هذا الوريد بيلزمني، هذا الوريد مدى ما توسع وصار فيه قصور لا عاد يستخدم، يعني ما احنا حد نحسن نستخدمه فعاد بلا قيمة ووجوده يسبب لك مشاكل أكثر من عدمه. السؤال اللي أنا رح أسأله لحالي كمان إنه دكتور إذا شلنا هذا الوريد ما بيصير شيء؟ صحيح، الشريان جاب الدم، مين بده يرجعه إذا شلنا الوريد؟ نحن عندنا نظامين أوردة، نظام أوردة اسمها الأوردة العميقة اللي هي الأوردة اللي ضمن العضلات وهي بترجع الدم، وهي الأوردة هي الأوردة الرئيسية اللي هي تقريبا نحسن نقول 99% بيرجع من الدم عن طريقها، وعلى الأوردة السطحية جزء بسيط جدا. تمام. في حال هذا الوريد صار مريض، فهذا الوريد أصلا هو عم يرجع دم، ما عم ياخذ دم من الرجل، فهو أصلا عم بيأذي الرجل، فقد وظيفته. وفي حال في بعض الأحيان النادرة مثلا الوريد تسكر لسبب صار فيه خسارة، فالأوردة العميقة زاد قطر كبير بحيث إنه تعوض وظيفة هذا الوريد بكل سهولة. ومثل ما ان الوريد لو كان سليم ونحن كثير بيهمنا هذا الوريد نحاول نحافظ عليه لانه هو وريد مهم اذا كان سليم، لانه ممكن نستعمله كمجازات. متى ما صار وريد متوسع وفيه تعرجات وفقد وظيفته وصماماته غير يعني وظيفية، يعني الصمامات ما هي شغالة فيه، فهذا الوريد عبارة عن وريد فاقد الوظيفة لا يمكن استخدامه لأي شيء آخر ويجب إغلاقه. تمام دكتور. دكتور عندي سؤال هون، متى يكون الحل الجراحي هو الأفضل؟ في حال كان كمية الدواء منتشرة بشكل متوسط لكن ظاهرة بشكل خطوط بلون أحمر، هل الأفضل الحل الجراحي أو بدون عمل جراحي؟ يعني على ما يبدو الأخت اللي عم تسألنا الكمية متوسطة لكن لونها أحمر، ما انتقلت للمرحلة اللون الأزرق. الكمية مو هي يعني الشيء الظاهر للمريض، مو هو اللي بيقرر نوع العلاج. أيوة. نحن الالترا ساوند بشكل اساسي بنشوف قديش الريفلوكس، الريفلوكس يعني بشكل عام يعني احاول اشرحه بشكل بسيط مو اختصاصي، الصمامات بتحتاج لتغلق ماكسيموم نص ثانيه، يعني انا لما بتنفس بيتولد ضغط سلبي في صدري بيسحب الدم باتجاه القلب. تمام. لما بعمل زفير بيصير الضغط ايجابي فالدم يفترض ما يرجع، لما يرجع هاي الصمامات بالاورده بتوقفه وهو بيطلع بيوقف فترة بيرجع بيطلع بيوقف فترة. هي الصمامات اللي بالأوردة شبه صمامات القلب تقريبا. صمامات بالأوردة هي صمامات جدا رقيقة وعبارة عن ورقتين هيك شكلهم، فبيسمحوا للدم يطلع بس ما بيسمحوا له ينزل. تمام. لما بتوسع الوريد ببعده عن بعض فالدم بيصير بيطلع وبينزل بغض النظر عن الصمام، لأنه الصمام بطل فيه أحكام بالصمام. هذا هو المعيار الأساسي لأنه نحن نعمل عمل جراحي ولا نعمل حقن فقط. وفي حال كان الوريد الرئيسي مصاب فالحل حكما انه لازم تسكر الوريد الرئيسي. في حال كان عندنا بس اوردة جانبية والوريد الاساسي سليم 100% بهالحالة في عندنا عدة خيارات، نعمل بالليزر او في عندنا حقن لشاوم يعني فوم مثل رغوة معينة بتسكر الاوردة. أيوة. او احيانا بالحرارة ممكن نخسر الاوردة، بس طالما اذا الوريد الرئيسي سليم في عندنا عدة خيارات. بس برجع بعيد وبأكد انه مو الظاهر للمريض ان كان كثير دوالي ولا قليل دوالي هو اللي بيوجهنا نعمل جراحة ولا لا، موجودات الالترا ساوند وقديش الدم عم يرجع، قديش كمية دم عم ترجع وقديش الصمامات، يعني اذا قلنا نص ثانية فاذا انا عملت الالترا ساوند لقيت في عندي 3 ثواني فهذا يعتبر 6 أضعاف الطبيعي، يعني الدم عم بيرجع بكمية كبيرة للساقين، فهذا حكم العلاج جراحي 100%. ومريض مثل هذا ممكن يكون البشرة عنده ما مبين عليها شيء، ممكن يكون توسعات دوالية بسيطة، ممكن يكون بس عنده أعراض، وخاصة عند المرضى إلى حد ما بيكون شوية بدانة فيه. فالأوردة بتكون 3-4 سنتي تحت الجلد، ففعليا المريض عنده بيكون أعراض بس ما هو شايف شيء، ممكن يكون عنده أحد الفروع الجانبية واضحة بشكل عرضي على الفخذ أو على الساق، ولكن المريض عنده هيفينس يعني عنده حس ثقل، عنده تورم،
بس من برا ما انك شايف شيء. فهذا الشيء الوحيد اللي بتحسن تساويه هو الالترا ساوند لتشوف السبب. وفي مرضى رياضيين ما عندهم اي دوالي ولكن بتشوف اورتهم، خصوصي مرضى كمال الاجسام. صحيح. فبتشوف كل اورته ظاهره بس هي طبيعيه ما عنده شيء طبيعي صحي. يعني تقرير العلاج او يعني وضع قرار انه نعالج ما بيتوقف على الاورده كثير ظاهره ولا الاورده قليل ظاهره، لانه هذا له عوامل كثيره تتعلق ببنيه المريض وبالاورده تمام. الموضوع مو على المظهر معناها. الموضوع مثل ما ذكرنا، وانا كثير يعني صادفت هذا الموضوع في دبي حاليا. التشخيص الصح هو المشكله وليس العمل. العمل الجراحي ممكن كثير دكاتره يسووه بصراحه، يعني هو ما معقد ولا هو صعب، ولكن اذا التشخيص صح تاخذ نتيجه صح، واذا التشخيص غلط وعملت سكرت الوريد وعندك اورده ثانيه عم تغذي وانت ما لك مشخصه، فالمريض ما راح يرتاح وراح يجيك بعد اسبوع او اسبوعين بنفس المشاكل اللي عنده ونفس الاعراض. صحيح. هو علم الشرايين والاورده بحر كامل له تخصص كامل بالطب، يعني عباره عن هيك اذا رجعنا فرجيكم اياها، عباره عن مثل خريطه للاورده. نحن عندنا هذا الوريد الرئيسي بس، هي كل الاشياء الحمراء هي كلها عباره عن اورده جانبيه عاده لا تشخص وهي السبب. ما هذا الوريد مثلا عم يساوي قصور والوريد الرئيسي ما في شيء. انا اذا سكرت الوريد الرئيسي وهذا الوريد ما شخصته، المريض ما راح يختلف عليه شيء قبل او بعد العمل الجراحي. شبكه مثل ما قلت، بدك تتابع وين المشكله. ما شبهت لك فعلا تحت الجلد عندنا شبكه يعني شبيهه بشبكه الصيد الا شوي، غلاف تحت الجلد من الاورده. دكتور في سؤال وهذا يمكن كثير بيشتبه على الناس، هل دوالي الخصيه لها علاقه بكل شيء عم نحكي عنه ولا بعيده كل البعد؟ لا، ما لها علاقه بدوالي الساقين. بس في وجه شبه المرضى طبعا الاليه تقريبا متشابهه، هي عباره عن السبب الرئيسي هو جينيتك فاكتورز، ضعف في جدران الاورده. العوامل الخطر هي الريسك فاكتورز تقريبا نفسها، الوقوف طبعا ما لها علاقه بالنساء هاي الموضوع، بس هي كل العوامل اللي بتزيد الضغط في الحوض بالنسبه للمرضى. وبالاضافه قلتنا 80% من الناس عندهم جينيتك فاكتورز اللي هي ضعف خلقي في جدار الاورده. المريض اللي عنده دوالي قدمين ممكن بنسبه اكبر يكون عنده دوالي خصيه او بالعكس، يعني ما انه صار عنده دوالي فهو عنده ضعف اورده، فممكن يكون المرضى تبدا هون او هون او يكون عنده نسبه اعلى يصاب اللي عنده واحد ينصاب بالدوالي الساقين او بالعكس. ولكن انه يعني هي عباره عن نفس الاليه تقريبا ولكن بموقعين مختلفين. تمام. بس نفيد الشخص اللي عم يسال، هو طبيب مسالك بوليه هو اللي بيعالج له الموضوع وبيشرف عليه. تمام، معناها طبيب مسالك بوليه اللي بيحل الموضوع ان شاء الله. دكتور نرجع لدوالي الساقين، هل في علاجات منزليه للحالات الجدا بسيطه الحالات الاوليه ولا الموضوع من بدايته دوائي بحت؟ الموضوع بصراحه من البدايه يعني علاجه طبي، ما في شيء اسمه علاج بالبيت. مثل ما حكينا مثلا عند الحوامل بيصير عندهم توسعات وريديه، وممكن لو عملنا ايكو اثناء الحمل يطلع عندنا في ضعف في الاورده او في قصور في الاورده. فقط في هاي الحالات نستعمل جوارب الضغطه لانه بنعرف انه السبب هو ضغط مؤقت. وبعد ما تصير الولاده بنستنى 3 شهور لنعطي فرصه للاورده انها تاخذ طبيعتها لانه هي كانت مضغوطه من الحوض، وبعدين ممكن ناخذ قرار اذا في دوالي ولا لا. في بعض الحالات اللي عندك مثل ما نقول سبب مؤقت يسبب لك توسع أوردة، ممكن تستنى وتتبع علاج محافظ لفترة معينة، ولكن مجرد ما كان عندنا قصور أوردة صار علاج طبي ولا يفيد أي مراهم أو أدوية يعني فموية، إلا في حالات نادرة إذا كان قصور جدا ضعيف والمريض يعني very active، يعني المريض جدا نشيط ورياضي وعنده قصور بسيط. كما ان ببعض العلاجات ممكن نقوي جدار الاورده بشكل بسيط. تمام. وبهالحاله يا اما بنحصل على شفاء يا اما بنوقف بالمرحله اللي نحن فيها فقط. بتوقف الموضوع بس ما في رجعه. بالضبط. طب دكتور على السريع ممكن تحكي لنا عن الجلطات اللي بتحصل بالاورده الساقين؟ انت دخلت في موضوع ولا موضوع ما له؟ لا مو ما له بس هذا الموضوع بده شي ساعتين.
بس بشكل بسيط بالنسبة للجلطات عندنا كمان تو سيستم، يعني عندنا السيستم العميق وعندنا الجهاز الأوردة السطحي اللي هو عم نحكي عليه الدوالي. لما بصير الجلطة في الأوردة السطحية طبعا هي أحد الكومبليكيشن تبع الدوالي، ف يعني إلى حد ما مؤلمة بتساوي أعراض ولكن ما هي خطيرة إذا تعالجت بشكل صح قبل ما توصل للجذر الوريد، يعني قبل ما تتحرك للأعلى. أيوة للأعلى. إذا كان التخثر في الأوردة العميقة مثل ما حكينا هي الأوردة المسؤولة عن 99% من إعادة الدم إلى القلب، فهي حالة تعتبر إلى حد ما طبية صعبة العلاج، تحتاج إلى تمييع دم ومتابعة لفترة طويلة لأنه ولا اختلاطات، وممكن يصير فيها بعض الاختلاطات مثل أنه ينطلق جزء من الجلطة يروح للرئتين ويساوي لنا مشكلة. مثل ما أنا مميز سطحي علاجه سهل إلى حد ما وخطورته أقل. العميق موضوع كتير كبير وله يعني عقبات طويلة ممكن تستمر مدى الحياة عند المريض. دكتور بس حتى نوعي المشاهدين أكثر، هل الأعراض اللي بيحس فيها الشخص بالساقين سواء من تنميل أو ثقل هل هو مشابه بين الأوردة المتوسعة والجلطات ولا في فرق؟ لا طبعا بالنسبة لمرضى الدوالي بتصير عندهم شكاية على مدى طويل، يعني بيكون شوية ثقل في القدمين، بعد كم شهر بيصير شوية تنميل، ممكن سنوات يستغرق الأمر ليصير شوية تورم حول الكاحل أثناء. موضوع بطيء يعني. موضوع بطيء غير يعني معقل للحياة بشكل كبير. بينما لما بيصير في جلطة فهو عبارة عن موضوع يعني مثل ما أقول الشوك، يعني بين لحظة والتانية بيصير جلطة فبتصير الأعراض حادة مباشرة. يعني المريض ممكن مثلا بعد رحلة طيران طويلة أو بالسيارة لمسافة طويلة هي أحد الأشياء اللي بتأهب لحدوث جلطات، يعني فمباشرة أول ما تصير معه بيلاحظ، يعني بيلاحظ طب بيحسن يحط لك وقت يقول لك أنا الساعة 2:30 بدأ عندي الألم مباشرة، بيحسن يعمل لك كت بالضبط. بينما الدوالي ممكن يجي مريض يقول لك أنا صار لي 6 شهور أحس عدم راحة في رجلي بس مو أكثر من هيك. طبعا طبيا للتشخيص التفريق جدا سهل، الدوالي عبارة عن شوية تورم في القدم أو بس شكاية مريض وأوردة متوسعة، بينما الجلطة بتحس مباشرة في يعني رياكشن التورم شديد جدا بالقدم، ألم شديد عند المريض بأي حركة بيصير ألم، يعني مجرد رفع القدم أو إنزال القدم ممكن يصير ألم جدا قوي عند المريض. مثل ما قلت شيء بيوقف الحياة اليومية. بالضبط. التخثر يعني بيعمل لك شيء أكيوت كت، والدوالي دائما عبر أشهر أو سنوات، يعني أو المريض ممكن يتحمله وممكن يضل بأجله ويأجله 6 شهور لحتى يجي للدكتور، بينما وجود خسارة يعني مباشرة المريض بيحس إنه في شيء مؤلم جدا وبحاجة لرعاية طبية إسعافية. تمام، شكرا كثير يا دكتور، شكرا لمتابعتكم. إن شاء الله عرفنا الفرق بين الجلطة وبين الدوالي، عرفنا أنه أمور الدوالي هي إلى طبيب خاص فيها، مو أي دكتور ممكن يشخصها. مثل ما قال دكتور الموضوع يعتمد على التشخيص أكثر من العمل الجراحي، الخبرة بالتشخيص، الدراسة والعلم كله بالتشخيص. شكرا كثير دكتور، شكرا على وقتك، شكرا على المعلومات المهمة. أهلا وسهلا فيكم، نحن بنشكركم، بنشكر التيم كمان، وبصرنا نرحب فيكم في أي وقت لأي نصيحة في عيادة ميدكير، ومقدم لكم مساعدة إن شاء الله بشكل حرفي وبشكل مختص، ونقدم العلاج المناسب بأفضل النتائج. وأهلا وسهلا فيكم.